ومش عايزه استنفع من وراه. طيب هو فين دلوقتي؟ خرج الصبح. خرج راح فين؟ قال لي رايح مشوار. مش قلت لك شفت كان عندي حق ازاي؟ سيبهم يلعبوا. يلعبوا ايه؟ وات عادت اهو، تعالى اهو بقى. بس شايفين العربيه هناك دي؟ اه دغدغوها يلا. انا متشكر جدا 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 بصراحه بقى، رحمتيني من الزحمه وغلاست التكوسه. تفضلي معانا، يعني مش عارفين انه ضايف طبعا، بس ممكن تحضري معانا فطار يعني رمضان بقى. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، المره الجايه ان شاء الله. أنا سؤال لغاية دلوقتي ما عرفتش اسم حضرتك إيه؟ داليا. داليا، الله، اسم جميل، اسم جميل جدا، اسم وردة، الوردة جميلة، اسم على مسمى. كمان ضحكتك جميلة جدا ورقيقة. ميرسي. حضرتك متأكدة فعلا يعني إن أنت بتسرقي التاجي؟ يعني يكونوا مثلا غيروكي في اللفه وانت صغيره وبدلوكي؟ مش عارفه هعمل تحليل دي ان ايه وبقول لك النتيجه. طيب لغايه بقى ما تعملي تحليل الدي ان ايه بلاغي يعني تبليغ سلامي وتحياتي الى يسري هانم التاجي. ما وعدكش انه يوصل. احسن ان شاء الله عنه ما وصل له. الحمد لله على السلامة يا سي الأستاذ. أهلا وسهلا ست انتصار، زيك زي ست الحاجة. حلو حلو قوي. أخبارك أنت إيه؟ أنا الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله فل الفل رضا. إلهي يبسطك دايما كده على طول ويحميك من نفسك. أنت عايزة تسأليني حاجة أو أي حاجة يعني؟ اسألك حاجة ليه؟ كل واحد حر، كل حي ينام على الجنب اللي يريح. اه طبعا كل حي ينام على الجنب اللي يريح، وكل واحد ينام على السيرفيس اللي يريحه. وما هانت فاضل على الشهر الكريم كام يوم والعيد يجي بقى، وكل سنة طيبة ترجع شغلك. اصل بيني وبينك يعني قعدة البيت وحشة، وبعدين الفراغ ممكن يخلي الشيطان يلعب في دماغ الواحد مننا بقى. تزوج طب اي شيء. يلا عن اذنك. اذنك معاك يا سي الاستاذ. في ايه يا بت؟ جرى ايه؟ مفيش حاجه، ما انا زي الفل اهو. ايه ده يا بت؟ مال ايدك بقت زي المتزبه كده ليه؟ يا معلش يا عم، هبقى اخفلك ايدي شويه. لا يا اختي، تاني مره بيجي يندهلي البت بتاعت الصيدليه دي اللي اسمها سناء. ايدها خفيفه وشها بشوشو حلو. ليه؟ ما كمان اجيب لك شويه دكاتره من بره يجوا يشوفوا الموضوع. هو كله بتمنه. انت جرالك ايه يا بت؟ ها مالك؟ انت كنت قايمه الصبح زي الورده المفتحه، جرالك ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ انت عايزاني افضل اكركع من الضحك ال 24 ساعه وهنن في ده وطبطب على ده واشوف العيان ده و بت؟ انت اكيد في حاجه عكرت لك دمك. ايوه، انت فتحتي الباب وقفلتيه ودخلتي شايله طاجن ستك، وحتى كسرتي الزهريه اللي حيلتنا. في ايه يا بت؟ جرى ايه؟ مفيش حاجه ياما، ما انا حلوه اهو، ما انا كويسه. طب افرديها بقى. انا ما احبش يا بنتي اشوفك زعلانه ومتكدره بالشكل ده. ده انت داخله على موسم. مش يمكن هو ده اللي معفرتني؟ عجايب، وهو كان حد ضربك على ايدك يا بنتي؟ مش انت اللي اخترتي بنفسك؟ ايوه يا عشان كده حاطه الجزمه بوقي وساكته.
ما تفتحيش عليا المواجع بقى. معلش انا عارفه يا بنتي ان انا مبهدلاكي معايا من ساعه ما جينا من البلد، بس هعمل ايه؟ غصب عني يا بنتي. سايق عليكي النبي ياما، ما توجعي قلبك اكتر ما هو موجوع. وانا قلت انك عملتي حاجه، انا بس اللي كنت متضايقه شويه من حاجه تانية خالص. يوه النبي يا ماما تعيطي، ما تزعليش مني يا ماما، انا ما كانش قصدي حاجه. لا يا حبيبتي انا ماليش غيرك يا بنتي. معلش. شوفي انتصار، لو عاوزه يا حبيبتي تسيبي الشغل سيبيه يا دنار، ده انا اول واحده اتمنى لك عدم البهدله. يا ريت يا حبيبتي. ما تلخص يا رامي وتجيب من الاخر، انت عايز تقول ايه؟ انا عارف ان الموضوع طويل ورخم، بس هنقول كمان. بص يا ست، هو صندوق، الصندوق ده انا كنت مخبيه عندنا في البيت عند عم مين. الصندوق ده بقى كنت يعني حاطط فيه راس المال بتاع البيزنس اللي انا كنت قايل لك عليه قبل كده، فاكره طبعا. ودلوقتي جه الوقت ان انا يعني اقسمه. تقسمه ازاي يعني؟ مش فاهم. قصدي يعني ان انا يعني ادفعه ثمن للبضاعه، والبضاعه اديها للمشتري، والمشتري اطلع منه بالربح بتاعي يعني. وهو هم هو انت فاهم حاجه؟ هو الصندوق ده فيه فلوس ولا ذهب ولا ايه بالظبط؟ لا 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 لا، راس المال مش فلوس، راس المال ده غوايش وحلقان وسلاسل، الحاجات دي مع الوقت سعرها طب فوق بيعلى، مش زي البنك نوت يوم في العالي ويوم في الواطي. يعني الصندوق فيه ذهب؟ ايوه، بس انت جبت الذهب ده منين؟ تاني يا منة؟ تاني؟ هكون سارق مثلا؟ جابه من شركاتي. بص اصل انا معايا 2 شركاء، كل واحد مننا لم كل اللي يقدر عليه، حته من اخته على حته من امه على حته من عمته كده يعني. هو لحد دلوقتي قشطه، فهمت شويه. خلي محفوظ بقى، ايه دخله بالحدوته دي؟ من الاخر اصل خالك هو اللي معاه واحد. الله يا مدام، منور يا عم يحيى، رجلك خدت على الحته، عوده الابن الضال ده بنفسك يا محفوظ. يا اخي بجيب معاك المدام والاولاد المره الجايه يا اخي، يعني اي نعم الهانم بنت ناس اكابر وكل حاجه، بس احنا برضو يعني ناس جدعان، ولاد بلد جدعان يعني. وبعدين الولاد على الاقل يعرفوا مسقط راس ابوهم، ما طلعوش عيال خواجات زي ابوهم كده. ماشي يا محفوظ، ان شاء الله قريب. بالنسبه للولاد بقى، كان ليا طلب عندك يا يحيى. امرني. كنت عايز اعمل شهاده ميلاد لعبد الله ومستخرج رسمي ليا وبطاقه وجواز سفر. لا اعتبر الموضوع حصل، يكونوا عندك في ظرف يومين. زيدي زيدي جامد يا هلا جامد. مش بقول لك السلطة ليها ميزات، الحاجات دي بتخلص بالتليفون، أنت بس مش مصدق. والله ده حاجة جميلة أوي يا يحيى، في بقى كده يشجع الواحد إنه يطلب منك طلب تاني. اطلب من غير مقدمات. عايزك تشوف لي كده مدرسة كويسة للواد عبد الله، نفسي يتعلم كويس وأطمن عليه. لا ده موضوع بسيط، بعد العيد أتصل لك بأحسن مدرسة في مصر وأجيب لك خصم في المصاريف كده. لا لا لا، الفلوس مش مشكلة، المهم إن الولد يتعلم كويس. في بقى طلب تالت يا يحيى. عايز فلوس؟ لا لا لا، مستورة. أنا عايزك تشوف لي بنك، بنك كده تثق فيه، بنك الواحد ما يخافش لما يحط حاجة فيه، بنك يبقى ثقة. بنك إيه يا محفوظ؟ وأنت عندك إيه تشيله في بنك يا محفوظ؟ يا سلام، افرض عندك مثلا سر الدهب، تشيلها فين؟ وتشيلها في بنك.
حاضر يا محفوظ. فيها ورد فيها ورد فيها ورد ورد جديد الدنيا.